السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستبدأان بعدد من المناورات العسكرية الموجهة بشكل واضح ضد إيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل هيوم العبرية هي التي نشرت التفاصيل اليوم حول طبيعة هذه المناورات وما الذي تهدف له، وكانوا قد أكدوا بشكل واضح بأن المناورات بين الطرفين ستهدف لكي يتشاركوا في عملية توجيه عدد من الضربات في جبهات العدو، وواضح جدا بأنها ستكون على المستوى الجوي. كذلك مستوى آخر من هذه التدريبات والمناورات العسكرية ستهدف لمواجهة أي هجوم صاروخي ممكن أن يطال إسرائيل. وكانت قد أوضحت إسرائيل هيوم بشكل واضح بأن المناورات العسكرية مهمة للغاية في هذا التوقيت، في ظل طبعا تهديد نووي إيراني، وكذلك لأنهم يريدون استمرار الردع الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، أي الأذرع الإيرانية. هذا ما يهدفون للاستمرار في مواجهته. والصورة التي نشروها أساسا بهذا الشكل أيضا تعبر عن طبيعة ما يفكرون به وطبيعة التهديد الذي تبحث عنه هنا إسرائيل من أجل ردع إيران وأذرعها في المنطقة. فهم قد نشروا صورة هاتين الطائرتين كما تلاحظون، وهي من طائرات البي 1 لانسيت الأمريكية، وهي تعتبر طائرات أمريكية عملاقة قادرة على حمل قنابل مخترق القبو من نوع الجي بي يو، القادرة طبعا على ضرب منشآت تقبع تحت الأرض. هذه هي الطائرات وهذا معنى هذه الطائرات. وسبق لإسرائيل أن تدربت مع هذه الطائرات وقامت بعدد من المناورات العسكرية في مناورات العلم الأحمر التي تمت خلال هذا العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والمثير بهذا الأمر أيضا، ولماذا هذه المناورات هي مهمة للغاية؟ لأنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مهمة قام بها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي الأسبوع الماضي إلى منطقة الشرق الأوسط. ذهب إلى إسرائيل بداية والتقى برئيس هيئة الأركان المشتركة الإسرائيلي، وتحدثت طبعا السفارة الأمريكية الموجودة في إسرائيل بشكل واضح بأن الأمر مرتبط بالتنسيق للدفاع ضد التهديدات التي تشكلها إيران في جميع أنحاء المنطقة. الأمر واضح للغاية. كذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال طبعا ميلي كان أيضا في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان له تصريح مهم للغاية، وقال لا يمكن تصور أن تتخلى واشنطن عن منطقة الشرق الأوسط. وبعدها ها نحن نرى هذا الكلام عن هذه المناورات قادمة طبعا من إسرائيل هيوم. والأهم من هذه المسألة هي مسألة النووي. البعض قد يعتقد بأن الأمور قد انتهت في مسألة تخصيب اليورانيوم الإيراني وبأن من الممكن أن يكون هنالك اتفاقا. هنالك حديث جدي بين الطرفين طبعا لتحقيق عودة للاتفاقية النووية، لكن رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد ظهر بهذا الشكل في المعهد السويدي للشؤون الدولية وتحدث عن هذه المسألة، وقال بأن إيران إذا استمرت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وأرادت الاستمرار بهذا التخصيب بهذا المستوى العالي، يجب أن تقدم ضمانات، يجب أن تقدم تعهدات بأنها لن تصل للقنبلة النووية، تعهدات مضمونة تقنع الجميع طبعا بما فيهم بكل تأكيد إسرائيل. وهنا تأتي أهمية المناورات العسكرية التي نتحدث عنها الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أولها أول هذه الأمور طبعا أن هنالك استعداد مستمر لكي تتجه إسرائيل هي والولايات المتحدة لضرب هذه المفاعلات النووية في حالة أن إيران فكرت أن تصل للقنبلة النووية أو خصبت أعلى من نسبة 60% نسبة التخصيب الحالية. وفي نفس الوقت يريدون الاستعداد أيضا لمواجهة ردة الفعل الإيرانية الصاروخية إن كانت قادمة من الداخل الإيراني أو حتى من سوريا أو حتى من لبنان من قبل طبعا فصائلها المسلحة الموجودة في هذه المنطقة. يريدون البقاء متيقظين بجميع المنظومات الدفاعية وأن تكون القوات الأمريكية جاهزة في مساعدة إسرائيل لمواجهة ردة الفعل التي من الممكن أن تكون مدمرة وأن تكون خطيرة في ظل هذا السيناريو. لكن المسألة أيضا مثيرة للغاية لهذه المناورات العسكرية التي يتحدثون عنها في ظل الكثير من التقارير التي رأيناها مؤخرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي لديه عملية عسكرية مرتقبة للتقدم على الحدود العراقية السورية في الداخل السوري باتجاه البوكمال والميادين ودير الزور لكي يغلقوا هذا الطريق الاستراتيجي المهم الذي يمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان. يريدون قطع هذا الطريق وقطع إمدادات السلاح طبعا التي ترسلها عادة إيران بهذا الشكل على المستوى البري، إغلاقها تقريبا من التنف إلى هذه المنطقة التي ترونها ألا وهي القائم البوكمال. والولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية بشكل مثير تراقب الآن هذه الحدود من الداخل العراقي بطائرات الاستخبار والاستطلاع الأمريكية من قاعدة عين الأسد. هذا الأمر كان قد نشر وثبت بالفلايت رايدر 24، لاحظ 28 من أغسطس، الأمر قبل 48 ساعة. وتلاحظ كيف أن طائرة E-11A الأمريكية للاستطلاع هي تراقب بهذا الشكل، لو اقتربنا منها سنلاحظ كيف أنها تحوم حول القاعدة طبعا، ويوضح بأنها تراقب ما يجري على هذه الحدود، تبقي طبعا أنظارها مفتوحة على بعض التحركات التي تجري على هذه المنطقة الساخنة للغاية. وأيضا كانت هنالك لقطة أخرى توضح أن هذه الطائرة تقترب من الحدود طبعا كما نلاحظ مع سوريا، وبالتالي هذه كلها طبعا تثير العديد من الشبهات. ولكن بشكل مثير أن بيوم واحد فقط من تحليق هذه الطائرة، أي في 29 من أغسطس، جاءت صحيفة مهمة ووكالة مهمة ألا وهي وكالة دير الزور 24، أكدت بأن هنالك شحنة قادمة من داخل العراق إلى داخل سوريا إلى البوكمال تحديدا، قد دخلت في 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية. ما أكدته هذه الوكالة بأن هنالك 3 شاحنات محملة بالعناصر الإيرانية قادمة من داخل العراق ودخلت إلى مدينة البوكمال بهذا الشكل، وكانت هنالك كذلك عربات بيك أب هي كانت تحمي هذه الشاحنات التي دخلت إلى هذه المنطقة. لم يعرف أحدا ما طبيعة الذي تحمله هذه الشاحنات غير العناصر الإيرانية التي يعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني لسبب مهم للغاية، أن المنطقة التي توقفت بها هي منطقة قريبة من مقر رئيسي للحرس الثوري الإيراني، وهي بالقرب طبعا من دوار الهجانة الموجود في البوكمال. هذا هو دوار الهجانة طبعا كما تحدثت وكالة دير الزور 24، أكدت بأن هذه الشاحنات توقفت بالقرب من هذا الدوار. ولو لاحظنا أن هذا الدوار قريب للغاية من هذا المقر الذي ترونه، ألا وهو مقر التعميرات كما ذكر في وكالة دير الزور 24، مقر رئيسي للحرس الثوري الإيراني في البوكمال. بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذا المقر هو مسؤول عن جميع العمليات، التواصل، التنسيق، كل ما يأتي وكل ما هو مرتبط بالحرس الثوري والفصائل المسلحة المقربة من إيران منها العراقية في البوكمال، هذا هو المقر الرئيسي لها. وهذا طبعا ما يرشح أن هذه الشاحنات قد تكون اتجهت إلى مقر القيادة أو يأخذون بعض التعليمات للتوجه للتوزع إلى غرب نهر الفرات. فطبعا بالتأكيد لازلنا أمام تقارير خطيرة متعلقة بما يجري في سوريا وعلى الحدود العراقية السورية لقطع إمداد الأسلحة والعناصر التي نتحدث عنها. لكن أيضا في نفس الوقت إسرائيل أيضا تضرب إمدادات الأسلحة وإمدادات الأسلحة الإيرانية على المستوى الجوي، فكانت هنالك ضربة إسرائيلية كبيرة مؤخرا جاءت على مطار حلب، ومطار حلب طبعا تعرض إلى هذه الضربة، كانت ضربة كبيرة أخرجته تماما عن الخدمة وجاءت بعد شحنة للسلاح كما تحدث معهد أو مركز إسرائيل ألما هو الذي تحدث عن طبيعة هذه الضربة وما تسببت به، وكانت هنالك إحدى المستودعات التي ضربت. ولكن كانت هنالك وجاءت تحديثات لطبيعة الضربة وأين جاءت وكيف أنها أوقفت هذا المطار. طبعا واحدة من النقاط التي ضربت أن المدارج هنا تقريبا في هاتين النقطتين كانت هنالك ضربات إسرائيلية وجهت إلى هذه المنطقة، وأيضا النقطة الأخرى التي ضربت هي كانت هنا بهذا الاتجاه، نقطة هنا ضربت وكذلك مستودع أو ملجأ سنراه الآن أيضا تعرض لضربة بهذه المنطقة. وبالتالي لنبدأ من هذه الصورة ولننتهي بهذه الصورة قبل وبعد ما الذي جرى. بالتالي إذا ما بدأنا هنا سنلاحظ من هذه الصورة المقربة هذه النقطتين التي طبعا تعرضت للضربة، هنا قبل هنا بعد، ستلاحظ أن بعض التغيرات قد تمت على هذا المدرج وإسرائيل ضربته وأوقفت هذا المدرج. أيضا الضربة الثالثة على المدرج من النقطة الثانية التي تحدثنا عنها، هنا قبل وهنا بعد، لاحظ هذا التغير هنا في اللون هنا وكذلك التغير هنا في هذا المستودع الذي ضرب. لاحظ أن مرة أخرى ستلاحظ كيف إلا اللون قد تغير فعلا، وهذا هو الذي أخرج مطار حلب عن الخدمة، ولكنه على وشك أن يتم إصلاحه ويعود إلى الخدمة. لكنها ضربة ليست بالعادية، وأيضا يجب أن ننتبه إلى المستودع الذي ضرب إذا ما اقتربنا منه الآن من القمر الصناعي لكي نحاول أن نعرف ما طبيعة هذا الموقع. تحدثت وكالة رويترز بأنه نقطة للسلاح للحرس الثوري الإيراني، ولكن عندما تلقي نظرة عليه
من خلال القمر الصناعي وطبيعة هذا الموقع. عادة هذا يعتبر ملجأ للطائرات المسيرة هو الذي استهدف. بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ترى نتيجة كبيرة في سوريا من خلال نشرها لطائرات F-35 الشبح في المنطقة بشكل عام، لمواجهة أيضا ما تقوم به روسيا من اشتباكات على مستوى الجو. Air Force Magazine هي التي تحدثت بأن بعدما دخلت طائرات F-35 نوعا ما ردعت روسيا من الاقتراب من طائرات MQ-9 Reaper، طائرات الدرونز طبعا الأمريكية، وبالتالي هنالك تحقيق شيء ما جيد وإيجابي بالنسبة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن في نفس الوقت هم مصرون على البقاء. وتلاحظ هنا سابرينا سينغ وهي نائبة المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، قالت طالما أن هنالك حاجة لهذه القوات في المنطقة، وهنا طبعا تشير إلى القوات الأمريكية في الخليج العربي، فإنها ستبقى. لم نشهد تخفيضا للتهديد الإيراني، لذا لا يوجد سبب لسحب القوات. بشكل مثير أيضا تزايد القوات الأمريكية قد لا يأتي بالضرورة فقط لردع إيران، بل لخطة أكبر قادمة قد تغير وضع منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى وتصعد من عملية التهديدات، ألا وهي المملكة العربية السعودية. فهنالك تفاصيل جديدة حول خطواتها للتطبيع طبعا مع إسرائيل، تحدثت عنها الول ستريت جورنال بهذا الشكل، بأن السعودية الآن تتحدث مع السلطة الفلسطينية من أجل كسبها لكي لا تكون عثرة أمامها في التخطيط للذهاب مع التطبيع مع إسرائيل. وهنالك زيارة مرتقبة لوفد الفلسطيني الأسبوع القادم بحسب ما نشرته الول ستريت جورنال إلى السعودية من أجل ترتيب الأوضاع، ترتيب طبيعة الدعم المالي الذي تبحث السعودية عن تقديمه للفلسطينيين، والضمانات التي ستبحثها أيضا وفرضتها على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لتطبق كخطوة مهمة للغاية من أجل طبعا التطبيع مع إسرائيل. وبالتالي طبعا أيضا في نفس الوقت الفورن بوليسي الأمريكية أوضحت اليوم بأن هنالك قلق من أن إذا ما طبعت إسرائيل مع أو طبعت السعودية مع إسرائيل فإن هذا قد يشعل الحرب مع إيران. إيران قد تنزعج من المملكة العربية السعودية وتغير الأمر وتغير الوضع. ولهذا نحن نرى أن على ما يبدو الولايات المتحدة وانتشارها طبعا على مستوى الخليج العربي بهذا الشكل الكبير، كذلك استمرارها في الوجود وأصرارها على المستوى السوري وكذلك في العراق رغم مهامهم الاستشارية المهمة للغاية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، لكنك لا زلت ترى بعض الطائرات الاستخبار والاستطلاع تراقب هذه الحدود. كل شيء مرتبط بكل شيء آخر لضمان طبيعة التغير القادم في منطقة الشرق الأوسط. بالتالي هذه المناورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد تكون لها حسابات كبيرة توضع ليس فقط ضد إيران وإنما لتغيرات قادمة في الشرق الأوسط بكل تأكيد.